إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه المساجد شأنا عظيما وعظمها تعظيما، فمن ذلك يا عباد الله أن الله عز وجل أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فعلى القول الأول أن المساجد هنا هي بيوت المساجد، هي البيوت التي يصلى فيها، وعلى القول الآخر أنها مواضع السجود التي يسجد عليها العبد لله. والأمران محتملان في الآية، والآية تشملهما. وقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فجعل الله عز وجل هذه المساجد مكان التقوى ومأوى أفئدة المؤمنين والشهادة للناس بالإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وجعل الله عز وجل من خرج إلى هذا المسجد قاصداً للصلاة متطهراً من أجلها جعل في كل خطوة يخطوها إلى المسجد حسنة، والخطوة الأخرى تحط عنه خطيئة. وأعد الله عز وجل لمن غدا أو راح إلى المساجد نزلاً في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح بنى الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح. وجعل الله عز وجل لدخول هذه المساجد صلاةً تعظيماً لهذا المسجد، وهي تحية المسجد. وجعل من جلس في المسجد وجعل لمن جلس في المسجد دعاءً من الملائكة، فإن الملائكة تصلي على أحدكم في مصلاه ما لم يحدث. فالمساجد يا عباد الله بيوت الله عز وجل، حقها التعظيم وحقها التشريف، كما أمر الله عز وجل وكما أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم بيوت الله عز وجل العناية ببنائها والعناية بتنظيفها والعناية بها من كل وجه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن تبنى المساجد في الدور، أي تبنى في الحارات حتى تكثر المساجد وحتى يسهل الوصول إلى هذه المساجد من الناس. وأمر أن تطيب، فتطيب المساجد يا عباد الله من السنن التي ينبغي للمأمومين أن يحرصوا عليها. وأمر أن تنظف، ولذلك دخلت امرأة الجنة بسبب تنظيفها للمسجد، فلما ماتت ولم يخبروا عنها النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم أن لم يخبروه،
وأمرهم أن يدلوا أن يدلوه على قبرها، فصلى عليها تعظيما لشأنها صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد غضب واحمر وجهه، حتى جاءت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت في مكانها خلوقا، أي جعلت في مكانها طيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. ومن المسائل يا عباد الله التي ينبغي للعبد أن يعلمها أن المسجد هو كل ما كان خلف السور، سواء كان مسقوفا أم لم يكن مسقوفا، فإنه من حدود المسجد، وله حرمة المسجد، وله أحكام المسجد. ولذلك نرى كثيرا من الناس إذا خرج من المصلى المسقوف ولا زال في سور المسجد، فتجده يبسط في التراب الذي في أحواش المسجد، وهذا لا يجوز، وهو خطيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: البساط في المسجد خطيئة وكفارته دفنها. فكل ما كان خلف السور فإنه داخل في حدود المسجد وله أحكام المسجد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن المساجد هي أوقاف لله سبحانه وتعالى لا يجوز التصرف فيها لمصلحة العبد نفسه، بل هي أوقاف لله عامة للمسلمين. فمن اختص بممتلكات المسجد لنفسه فقد وقع في الاختلاس، ووقع في الغلول الذي جاء الوعيد عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه نعرف خطأ كثير من الناس الذين يمدون إلى ممتلكاتهم الخاصة من ممتلكات المسجد، سواء من الكهرب أو من الماء، فكل ذلك داخل في الاختلاس وداخل في الغلول الذي حذر الله عز وجل منه. وإذا علمنا أن المسجد من الأوقاف، فإن المرء لا يجوز له أن يحدث شيئا أو يعمل شيئا في هذه الأوقاف إلا بعد الرجوع إلى من ولاهم الله عز وجل هذا الأمر من ولاة الأمر أو من ينوبهم. ونحن ولله الحمد نتبع في هذه الدولة وزارة تقوم على شؤون المساجد، فمن أراد أن يعمل شيئا في هذه الأوقاف في هذه المساجد فليجعل الجهات المختصة حتى لا يقع في المحذور وهو لا يعلم. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم لتنفع به البلاد والعباد، اللهم لتنفع به البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. واعلموا يا عباد الله أن رفع اليدين حال الاستسقاء من السنة، وهي سنة يفرط بها كثير من المأمومين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.